منين جايبه هذا الحكي؟ بس إذا اللي عم تقوليه مزبوط. هذا الحكي مزبوط آدم، أنا مبارح سمعته وتأكدت منه. صدقني لولا خوفي إنه عمك يجبرها لعبير على الرجعة أو إنه يضغط عليك ليعرف مكانك، أنا ما كنت جبت لك سيرة. لا 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 أبداً، منيح إنك حكيتي، مو بس مشان هذا السبب. لكن لشو؟ لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بفسر موقف عمي مننا أنا وعبير بعد اللي صار. وأنا مبارح فهمت، بس حتى هذا السبب ما بيعطي الحق يتدخل بعلاقتك مع عبير بهي الطريقة. رزان أنا لازم أمشي. مع السلامة. ما بنطلع سوا؟ لا أنا حابة أبقى شوي. قبل ما أروح بقول لك شغلة، أنا طوال 6 سنين اللي مرقوا ولا مرة استرجيت أجي فيها لهون. ولا أنا. هذا يا ابني امك الله يعافيها، لما التقت بابوه كانت لساتها صغيره، بنت ضيعه معتره مقطوعه من شجره، ما في مين ينصحها وما لا كبير يقول لها هيك بيصير وهيك ما بيصير، وما صدقت اجاها مين يطلب ايدها، دغري وافقت، فكرت انه الدنيا رح تضحك لها واجاها الفرج رح تتجوز وتنستر. بس يا حصرتي مثل ما بيقول المثل، المكتوب ما منه مهروب. أبوك كتب كتابه عليها عند شيخ وقال لها هالشي موقت لبين ما يزبط أموره مع أهله، بس وقت طالت المدة ولقيت معاملته ممنيحة وما عرفها لا على أهله ولا على قرايبينه، لعب الفار بعبة وصارت تسأل عنه هون وهون. بس اللي سمعته عنه مثل ما حكت لي إنه ما في شي بسر الخاطر، صارت تخاف منه وصار بدها حج خلاص. بس يا حصرتي عرفت انها حبلة، انجبرت تسكت وتساير، قالت لبين ما قلت باخد الولد وبهرب. ما كان خاطر ببالها انها متجوزة الشيطان طابخ الطبخة ومزبطة من وقت طويل. يوم اجاها الطلق جابوا لها الحكيم على البيت وقالوا لها انه الولد ما عاش اكتر من ساعة، هي كانت غايبة عن الوعي. بس وقت صحيت ما لقيت أبوك، لقيته هربان، وعرفت الكتاب اللي بيناتهم كان لعبة، ودريت من الجيران إنه الولد ما مات. لوقت أخدوه كانوا عم يسمعوا صوته ملات الحارة، وعرفت إنه جوازه كلها تجرة، تجرة والبضاعة هي ابنها، ضناها ابن بطنها. بكل اللي صار يا أمي امك ما لها ذنب، ما اجى ببالها انه في بني ادم بهالدنيا كلها بيتجوز وبيجيب ولد مشان يبيعه، طلع هالبني ادم ابوك. ان شاء الله ما حدا يسميه ابوي. مين هذا المخلوق؟ ايش اسمه؟ بعمرها ما ذكرت لي اسمه، ما كانت ترضى ولا بشكل، كانت تقلي اذا ذكرت اسمه بموت، بس هي كاتبة اسمه بعلبة وحاطته بغزانتها، قالت لي مو من حق حدا يعرف اسمه إلا ابنه. يا حصرتي ضلت كل حياتها عم تدور على ابنها، ما قدرت تعرف شي إلا أنه انباع لعيلة بالأردن غنية، وقالت لي إذا متت قبل ما لاقي ابني ورجع بيّن ابني بعد موتي تعطيه إله الاسم، بس هو حر بيعمل اللي بده إياه. هاي العلبة وينها؟ قالت لي إذا متت لك ابني هي بعدها عايشة. خالي الله يخليكي، يعني لو كانت هي بوعيها كانت هي طلبت منك تعطيه العلبة. والله ما بعرف، بس هي وصيتها، أنا كمان ما بدي أغدر فيها. خالي أنا بديش أضغط عليك، الله وحده بعرف إذا هسه بتسمعنا ولا لا. أنا إذا صار معي الاسم عهداً علي مش رح ساوي أي إشي زعلها، بكفي قضت عمرك كله زعلانة، وإذا مش عم تسمعنا مش رح تلومك ولا تلومني.
العلبة مش مقفولة؟ لا أمي لا، ما حدا بيعرف شي عن هالعلبة غيري، وإذا حدا لقاها ما بيعرف شو الاسم المكتوب فيها ولا التاريخ. تعرفه؟ لا هو أنا لا. طيب خالي احكي لي كيف عاشت أمي بعد القصة؟ ما شافت يوم حلو بحياتها، ولي على قلبي عاشت بقلة وتعتير وفقر وحرقة قلب. كانت تقلي بدها تروح لعند أبوك كل مدة والتانية هي اللي بدها تهدده إنه هي بدها تفضحه، بس ما عاد لقيت له طريق. تدور عليه تدور عليه ما تلاقيه، ترجع تواسي حالها وتقول أنا بيطلع بإيدي هدده وأفضحه. ما تجوزت؟ لا ما تجوزت، كرهت جنس الرجال كله. كانت تقلي أنا بيجي من قلبي أتجوز وأفرح بجازة وولاد، وأنا ابني اللي ببطني ما قدرت أحميه. كتر خيرك خالي. وهون بتسمع قصص غريبة، قصص يمكن تسمعها برا يتناقلوا الناس، قالوا قلنا صار هيك فلان ابنه ومرته وسته وعمه. هون بتسمع القصص الحقيقية من العالم بتفوت بقلبها، بيحكوها هيك مشاعر وأحاسيس بتشوفها بطريقة مختلفة كتير. هنن أصحاب العلاقة تشوف قلوب مكسورة، عمره ما لازم الواحد يحكم على قصص العالم من برا. أنت حكيتي قصة؟ ليه؟ ما بعرف ما أدري. مبارح كان عندي جلسة طويلة مع الدكتورة، قعدنا وحكينا كتير بس ما مرة. كل ما اجي احكي عن هداك اليوم حس حالي رح اختنق، حس انه في شي ماسكني من رقبتي ما عم بقدر اتنفس، كأنه حدا عم يقطع عني الهواء. فكرتني ماني حابة احكي بس قلت لها اني حابة مبلا. قالت لي طول ما انت عم تسمي هداك اليوم بهداك اليوم ما رح تقدري تخلصي من مشكلتك. طيب عبير معناها لازم تحكي. القصة صار لها شهور، واضح انه ما رح تقدري تتجوزيها لحالك. ليه عم تضحك؟ مضحك كيف بتحكي عن القصة كأنه ما لك علاقة فيها ولا كأنه أنت سببها. لا طبعاً إني علاقة فيها وبعرف إنه أنا سببها، بس هذا ما بيعني إنه ما شجعك إني تتخلصي منها، قصدي حتى لو كنت أنا سببها. أنت مو بس لك علاقة فيها، أنت بطلة. إذا طلبت منك تجي تحضر الجلسة تجي؟ ليش؟ حتى تحكي لي إياها؟ طيب ما أنا بعرفها. بعرف إنك بتعرفها، بس بتعرف الجزء اللي بيخصك إلك، ما بتعرف الجزء اللي بيخصني إلي. حلو إنك تسمع، حلو إذا بتجي بتسمع وتشوف نظرات العالم لإلك. شو سكتت؟ صعبة مو؟ شو؟ لقيت سكتت؟
مازال مستصعب تجي تسمع القصة. ليش كتير مستسهل اني انا احكيها؟ ما بعرف، انا يمكن لاني حاس بالذنب انه انا تجاوزتها وانت لا. مازال تجاوزتها ليش ما حابب تجي تسمعها؟ مستناك بكرة. إذا جيت رح أحكي. إذا ما أجي بتكون ما أجيت. تسلم ايديك يا خالتي. الله يسلمك تعبرني. مثل ما نبهت عليك، البنت بتمشي من عندها الساعة 10 بالليل، اوعى تروح قبل هالوقت، ما بتبين على رجع البنوم. خلص خالتي، فهمت. نزلوني هون، أنا بكمل وباخذ مكرم. لا يا خالي، أعوذ بالله على الحكي. يعني بعد ما عذبناكي معنا كل النهار بدنا نتركك لحالك؟ معلش يا امي، اخذ معكم الطريق اكثر من نص ساعه لحتى تسحبوا على المفتاح بلا ما اغلبكم. نزلني انا متعوده. اعوذ بالله خالتي، ما بنزلك غير قدام البيت. تقبر قلبي، طالع لامك، قلبك لله. الله يخليك خالتي.